مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ إن شاء الله تكونوا كلكم بخير يا رب. مثل ما انتم شايفين الأوضاع تلت بوز كتير، وعنا يعني صاير برد كتير، ما عم بقدر صور مثل العادة، بس مع ذلك قررت اني صور لكم اليوم هذا الفيديو اللي راح نحكي فيه عن اخطر طريق من بين كل الطرق الهجرة. اخطر طريق بتفكروا فيه شو هو؟ يا ترى البحر، ولا طريق البر، ولا طريق الطيران، ولا اي طريق؟ يا ترى اخطر طريق راح نحكي عنه اليوم هو طريق بواخر الشحن. ان شاء الله يكون الصوت مسموع كتير منيح، لان اليوم انا قاعد بنقطة قريبة على الشارع، مثل ما كنتم سامعين صوت السيارات. ان شاء الله يكون الصوت واضح عليكم منيح. طريق بواخر الشحن شو هو وليش هو اخطر طريق من بين جميع الطرق؟ هو اخطر طريق من بين جميع الطرق، ليش؟ شو السبب؟ رح نحكي لكم عليه، واحكي لكم عن شخص جرب في هذا الطريق وحكى لي الحكاية ليش هو اخطر طريق. طبعا رح نبدأ باول الفيديو. ببداية الفيديو ندخل، حكينا نحن من قبل على الطريق السفينة من تركيا لإيطاليا، الطريق اللي بياخدوكن فيه بسفينة من تركيا لإيطاليا. طبعا هن بياخدوكن بسفينة كتير عتيقة، يعني بيجيبوا أسوأ أنواع السفن اللي بكون هي خلصان عمرها على الأخير. ليش؟ شو السبب؟ ممكن شخص يقول بما أنه نحن عم ندفع لهم مصاري منيح، ليش ما بياخدونا بسفينة يكون نوعيتها منيحة؟ طبعا السبب شو هو السبب؟ لما يطلعوا المهاجرين كلهم بالسفينة ويوصلوكن على إيطاليا، السفينة ما رح ترجع أبدا للمهرب. السفينة كل ما هنالك رح يحجزوا الخفر السواحل الإيطالي، يحجزوا عليها وياخدوها تصير لإلهم، يعني ما رح ترجع للمهرب أبدا. فلذلك ما راح يجيب هو سفينة جديدة او سفينة يكون سعرها غالي، ولهذا السبب بتصير بتروح، يعني المهرب شقد بده يطالع من التهريبة هاي مصاري، فبدي يروح مبلغ كتير منه هداك الوقت على السفينة فقط. عرفتوا علي شلون؟ لانه السفينة ما راح ترجع له للمهرب، السفينة خلص يعني طلعت هاي المجموعة خلص، راحت السفينة معهم. فلذلك بيجيب اسوأ انواع السفن اللي خلصان عمره، وللأسف في كتير من المهاجرين بسبب هالأنواع السفن فبيتعطلوا معنا على الطريق وصارت كتير حوادث غرق. تمام؟ فلما بتشوف انت الإعلان بواخر 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 انه بياخدك بباخرة، ولما تحكي معه بيطلع سفينة، فقال لما تشوف لك إعلان انه انت رح تطلع بباخرة نظامية مو سفينة أبدا، بيحكي لك المهرب انه عن جد انت رح تطلع بباخرة، طبعا مو احتمال كبير لايطاليا، ممكن لابعد بكتير، يعني هدول الباخرات الشحن بيطلعوا للدول البعيدة، مو قصة بس ايطاليا، ممكن فرنسا، ممكن كتير دول، يعني مو انه دولة وحدة، ممكن سويسرا، ممكن بينزلك بدولة محددة وانت بتكمل. تمام؟ فلما انت بتشوف كتير من الاعلانات الا ما يطلع لك شخص بتحكي معه شو هو الطريق؟ الطريق باخرة شحن. باخرة شحن هو بالاساس، ليش ما بتشوف كتير انت باخرات شحن تهريب؟ شو السبب؟ السبب انه اذا باخرة الشحن اكتشفت اي دولة بانه هاي الباخرة او شركة الباخرة عم تطالع عالم مهاجرين عم تهربهم، فراح يتغارموا غرامة كتير كبيرة لدرجة انه ما راح توفي يطالعك، يعني شقد بده يطالع منك مربح، فراح يتخالف مخالفة كتير كبيرة وتنحجز السفينة وممكن يدخل السجن، يعني شغلته كتير كبيرة اذا انكشف انه عم يطالع عالم تهريب.
فهون شو بيعملوا؟ باخرات الشحن. طبعا باخرات الشحن اللي ما بيعرفون، باخرة ما شاء الله بيكون حجمها مئات الامتار، بيكون كتير كبيرة، وبيكون فيها عليها الكونتينر، مئات الكونتينر. اللي ما بيعرف الكونتينر هي الحاوية الشحن، اللي هي بتجي علبة مثل العلبة، صندوق كتير كبير حديد بيجي مستطيل، اكيد الكل بيعرفه او شايف عنا. كل دولة بتختلف اسمها عن اسم دولة، لكن هن بيقولوا عنا بدول اجنبية كونتينر، يعني الحاوية. فهي الكونتينر بتكون اخذ اغراض شحن من دولة لدولة. فهون السفينة او المهرب او الاشخاص اللي عم يعملوا هاي العملية شو بيعملوا لحتى يهربوك؟ كيف هي الطريقة؟ وليش هي اخطر طريقة من بين جميع الطرق؟ طبعا انت لما تطلع بهاي الكونتينر، تطلع بالسفينة، وفعلا لما بيقلك المهرب لا لا مو سفينة، مستحيل سفينة، انت رح تطلع بباخرة على الاكيد بباخرة، فانت هون بتفرح انه نعم باخرة، يعني بين اما السفينة وبين اما الباخرة ففرق الامان كتير كبير، يعني الباخرة حجمها كتير كبير، يعني صعب انها تغرق. طبعا الامان بالله، ولكن الباخرة امن بكتير من السفينة. فانت لما تسمع سفينة باخرة رح تنبسط كتير، ولكن شو هو الوضع؟ شو هو بيقلك المهرب؟ بيقلك في غرفة صغيرة سرية بقلب الباخرة، منحطك بقلبة جواتها، ولما نوصل لهنيك فمنفتح عليك ومنطالع. انت هون جوا ما بصير تطالع ولا صوت. طبعا العالم اللي راحت واللي صار معه هذا الشيء، الشخص اللي راح واللي حكالي هاي القصة قال لي انه قالوا له في غرفة صغيرة بقلب الكونتينر، هن اخدين شقفة صغيرة من الكونتينر كتير صغيرة عشان ما تبين اذا كان اجا مفتش او حدا وشاف الكونتينر من جوا انه مزبوط هاي فيها اغراض وكذا، لما التفتيش فما يكتشفوا انه ناقص منه جزء صغير، يعني مسايينه محل سري له باب خارجي او شلون له والله اعلم، بياخذوا منه جزء كتير صغير وبساووه محل سري. وشو بيساووا بعدين؟ هذا الجزء الصغير بيعملوا له باب سري، ولما يصير انت بدك تجي عليها بيقولوا لك انه في غرفة صغيرة، ولكن هي مو غرفة ابدا، هي يعني مسافة يمكن 30 سنتي او 40 سنتي، يعني يا دوب بيسع فيها الانسان يا دوب بالزور. فلما انت تدخل لجوا بيقول لك هو المهرب خد معك شوية مي وخد معك شوية اكل. فيا جماعة الاشخاص اللي بياخدوا معه شوية اكل ولا شوية شرب ولا مدري شو، انت رح تدخل على هاي المنطقة اللي كتير ضيقة، الاشخاص اللي ما عربوا، الاشخاص اللي ما عندي تنفس، الاشخاص اللي بيخافوا من الاماكن العتمة الكذا. طبعا انت رح تدخل لهذا المكان ممكن 5 ايام، ممكن 6 ايام، ممكن 7 ايام، الله اعلم مش قد هي المدة لحتى تصل الباخرة لوجهتها، الله اعلم ممكن 4 ايام بس، ولكن على الغالبا اقل الشيء 5 ايام، بالغالب اقل الشيء 5 ايام وممكن ل7 ايام لتصل الباخرة لوجهتها. طبعا هون انت جوا راح تتساءل، انت بهالمكان الضيق جدا مو لحالك، لا يعني لا تفكر انت لحالك هون بهذا المكان، مكان ضيق جدا، انت وكم شخص راح تتبولوا جوا، راح تتبرزوا جوا، تنفس ممكن كتير من العالم اللي راحوا عن هاي الطريقة وماتوا جوا هذا المكان. وتخيل انت شخص معك ميت جوا توفى ولسه عم تكمل، اصلا ما عندك، الشخص اللي بيدخل لهذا المكان ما عنده اي خيار انه يطلع منه، خلاص مقفول عليك، عتمة ظلام ل5 ايام. الشخص اللي بيطلع من هاي التجربة 100% راح يطلع شخص تاني، ما راح يطلع هو الشخص نفسه اللي كان دخل باول شيء. اللي كان انت طلعت عايش ولا كان طلعت متوفي من هاي التجربة راح تطلع شخص تاني، مستحيل تطلع نفس الشخص. في كتير اشخاص دخلوا لهذا المكان وصارت معهم حالات وفاة، انت عم تتبرز عم تتبول،
كل شي راح تضل انت خلاص كأنه حبس، انت مقبور قبر بهذا المكان للمدة اللي راح توصل فيها لجو لوجهتك، وبعدها هنيك بيفتحوا عليك وبيطالعوك، واذا كنت عايش بينفك التشفير تبع المصاري، ان شاء الله كنت مجنون ولا خير شخص ولا اي شي، هن وصلوك لوجهتك وبينفك التشفير تبع المصاري وبياخدون المصاري اللي تشيكوا بالمكتب. طبعا هذا الطريق انا ما بنصح اي حدا ابدا يطلع فيه، ولا حتى يجربه، ولا حتى يفكر تفكير فيه. نحن من كتر ما سألنا عن طرق، فشخص حكالنا عن هذا الطريق وقالنا انه في غرفة صغيرة بقلب الكونتينر نحن مزبطينها سرية وراح ندخلكم لجواتها، وهيك بتضلوا 5-6 ايام لحتى تصلوا لوجهتكم وبعدها منطالعكم. فلما سألنا كتير عن هاي القصة بنكتشف هالاكتشافات، وشفت انا شخص عم يحكي قصته. فيا جماعة ديروا بالكم من هذا الطريق، حكالنا قالنا اللي بيطلع عايش واللي بيطلع متوفي من هذا الطريق مستحيل يطلع نفس الشخص. فديروا بالكم من هذا الطريق، وديروا بالكم من المهربين كلياتهم. اي مهرب ما بهمه غير المصاري اللي معك فقط. والسلام عليكم.